السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم جميعا. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم الطريقة اللي بنرسم بيها الكورنيش والطريقة اللي بنرسم بيها البرامج في برنامج جوجل سكتش أب. هنبدأ بطريقة رسم البرامج. أول خطوة هنعملها إن إحنا هنرسم القطاع بتاع البرمجة، وليكن عندنا قطاع البرمجة بهذا الشكل. هنبتدي نرسم لاين الى اعلى، ثم بعد ذلك نتجه الى اليسار قليلا، نرسم خط. نبتدي طبعا هنرسم اي شكل استرشادي كده، بس ايه نوضح بيه الفكرة بهذه الطريقة. بالطريقة اللي قدامنا دي، ونبتدي مثلا نحول الجزء ده لكيرف، ناخد ارك كده ونبتدي نحول الجزء ده الكيرف بالطريقة دي، بهذه الطريقة، ونمسح الخط ده مش محتاجينه، وليكن ده قطاع البرمة اللي احنا عايزين نرسمه. تاني خطوة هنعملها، هنرسم مسار عشان البرمة ده يلف حواليه. نبتدي نرسم دايرة مثلا بهذا الشكل، ثم بعد ذلك هنروح نختار امر ريفولف، نضغط على امر فور ونبتدي نضغط على هذا القطاع، ثم بعد ذلك نروح نتجه ناحية المسار ونبتدي نلف مع الدايرة بهذه الطريقة لحد ما نوصل لنهاية البرمجة، ثم نضغط كليك. هنلاحظ ان شكل البرمجة اترسم معانا بكل سهولة. طبعا السكيل بتاع البرمجة كبير يعني، بس احنا بنعمل بمجرد الفكرة، بنوضح الفكرة فقط لا غير. طبعا حضرتك ترسم بأبعاد وبمقاسات مظبوطة، ثم بعد ذلك نبتدي نمسح الدايرة دي مش محتاجينها بهذا الشكل. فدي الطريقة اللي بنرسم بيها المربع، ثم بعد ذلك ممكن نختاره ونعمل كليك يمين ميك جروب أو ميك كومبوننت يعني. دي أول حاجة. بنفس الطريقة ممكن نرسم برضو لو في عندنا عمود بشكل معين عايزين نرسمه. بنفس الطريقة هنبتدي نرسم لاين كده بارتفاع العمود اللي احنا محتاجينه، ونرسم اي شكل كده بهذه الطريقة نوضح بالفكرة. مثلا وليكن العمود عندي بهذا الشكل، بهذا الشكل، ونمسح الخط الزيادة ده، ونبتدي برضو عن طريق الارك نحول الجزء ده لكيرفت حاجة خفيفة كده يعني، ونمسح الخط الزيادة ده. ثم بعد ذلك هنبتدي مثلا نرسم المسار اللي هنرسم بيه العمود، ممكن يكون دايرة ممكن يكون مربع براحتك يعني، وليكن انا هرسمه على دايرة بهذا الشكل. ثم بعد ذلك هروح لريفولف واضغط على قطاع، ثم اروح اتجه ناحية المسار والف مع المسار ده لحد ما اوصل لنهاية العمود بتاعي بهذا الشكل، واضغط كليك هلاقي ان العمود بتاعي اترسم. طبعا برضه زي ما قلنا السكيل كبير، احنا بنوضح الفكرة فقط لا غير. يبقى دي كده اول حاجة اتكلمنا عنها في الفيديو بتاعنا، ازاي نرسم البرمجة وازاي نرسم العمود وما يماثله من اشكال، يعني اي شكل لقطاع اقدر ارسم من خلال هذه الاوامر القطاع ده في سكتش اب. تعالوا بعد كده نتعلم ازاي نرسم الكرانيش. كل اللي بنحتاجه في الكرانيش ان احنا بنرسم مسار بهذا الشكل، خط فقط لا غير بهذا الشكل، ثم بعد ذلك بنبتدي نرسم القطاع بتاع الكورنيشة. هنبتدي وليكن هنرسم لاين كده ولاين في الاتجاه ده، هنرسم مربع كده ونرسم من خلاله القطاع، وليكن ده المقاسات اللي داخل فيها الكورنيشة. هبتدي مثلا اعمل تشكيل في الكورنيشة دي، وليكن انا هرسم التشكيل بتاعي بهذا الشكل، وليكن بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هاخد الجزء ده كيرف والجزء ده كيرف بهذه الطريقة، وأمسح كل الخطوط الزيادة بهذا الشكل، بهذه الطريقة. بعد ما بخلص وانتهي من شكل الكورنيش اللي أنا محتاجها، طبعا حضرتك هترسم بأبعاد تمام، ببتدي اروح لامر ريفولف واضغط كليك، ثم اسحب على
المسار بتاعي واضغط كليك، بلاحظ ان انا قدرت ارسم الكورنيشة بكل سهولة. يعني كل اللي حضرتك محتاجه في رسم الكورنيش مسار، خط، وقطاع للكورنيشة عشان تبتدي ترسم الكورنيشة زي ما حضرتك عايز. بنفس الطريقة ممكن بعد كده تبتدي تاخد الكلام ده كله كده، كليك يمين تحوله لميت جروب، تقدر تستخدمه في اي شكل عندك. بعد ما رسمت الكورنيشن برضو ممكن تتحكم ان انت تكبرها وتصغرها عن طريق امر سكيل، يعني تضغط على امر سكيل وتبتدي تصغرها تكبرها براحتك، الارتفاع بتاعها حاسه كبير تبتدي تصغر فيه كده شوية، وهكذا العمق بتاعها حاسه كبير تبتدي تصغر فيه بهذا الشكل، بحيث ان يكون معاك القطاع شكله مناسب. تقدر تستخدمها كبلوك تحطها معاك في اي مشروع انت محتاج تشتغله. يعني بالطريقة دي تقدر تجهز لنفسك مجموعة من الأشكال سواء برامج أو أعمدة أو كورنيش، وتحولها لبلوكات عندك تبقى جاهزة إن أنت بس فقط تعملها بليس في أي مشروع عندك. لو كررنا الموضوع ده بس عشان نراجع الخطوات، هنبتدي برضو نرسم خط، نأكد على خطوات الكورنيشة، نرسم خط ونبتدي هنرسم قطاع الكورنيشة بهذا الشكل، قطع الكورنيشة، وابتدي ارسمها بهذا الشكل، وليكن هي دي الكورنيشة اللي انا محتاجها، وليكن هو ده الشكل اللي انا محتاجه. يعني امسح الزيادة كده، انا رسمت القطاع، يبقى عندي كورنيشة مسار وقطاع امشي عليه. ثم بعد ذلك ابتدي اضغط على ريفول واضغط كليك وامشي مع المسار بهذا الشكل لحد ما اوصل لنهايته واضغط كليك، ببقى كده انا انتهيت من رسم الكورنيشة. زي ما قلنا تقدر ان انت تختار الكلام ده كله كده وتحوله لميك جروب او ميك كومبوننت، يا اما كليك يمين ميك جروب وميك كومبوننت. قلنا الفرق ما بين الميك جروب والميك كومبوننت، الميك كومبوننت لو عدلت بعد كده تتعدل في اي شكل شبهه، الميك جروب لا. فهقول مثلا هحول الميك جروب، ممكن زي ما قلنا نتحكم في سكيله، نضغط على امر سكيل ونبتدي نصغر ونكبر براحتنا زي ما احنا عايزين في شكل الكورنيشة بتاعتنا. يبقى هي دي الطريقة اللي برسم بيها الكورنيش لاين وقطاع، والطريقة بتاعت البرامج محور وقطاع ومسار بلف حواليه. وكمان تقدر ان انت كمان تديهم ماتريال ويبقوا جاهزين معاك بالماتريال اللي انت محتاجها بهذا الشكل. طبعا عشان ده ما حولناهوش لميك جروب، فبالتالي الماتريال بديها لسطح سطح زي ما حضراتكم شايفين. وتقدر انك تبقى ذكي وتشتغل على هذه الاوامر لعمل اشكال كثيرة جدا من الكرانيش، واشكال كثيرة جدا من البرامج، واشكال كثيرة جدا من الاعمدة، تبقى عبارة عن بلوكات تقدر ترجع لها في اي وقت، ان انت فقط تضيفها في اي مشروع انت شغال عليه. يعني بمجرد ما انت تكون مجهزه تقدر تاخد الكورنيشة دي وتاخدها كوبي عندك في المشروع اللي انت عايز تشتغل عليه وتضيفها فقط لا غير، بدل ما تقعد ترسمها في كل مشروع. يبقى هو ده كل اللي احنا محتاجين نتكلم عنه في الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا الخطوات اللي احنا بنشتغل بيها في الاشكال الديكوريه اللي زي دي. اشكركم، الى ان نلتقي في محاضره اخرى على خير باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.